أكد مجلس الكنائس في السودان على أهمية التدريب في تطوير قدرات الشباب وتقوية تمسكهم الاجتماعي. وقال الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني ويليام دينغ خلال ورشة تدريبية للقيادات الدينية الشبابية في إطار برنامج تقوية التمسك الاجتماعي، قال إن الورشة تهدف إلى تدريب الشباب على التمسك الاجتماعي، مثمنا رعاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للورشة. وقال ويليام إن البرنامج يعزز قدرات التخلص من كل المشاكل الناتجة عن الخطاب الديني، داعيا إلى أهمية مواكبة المتغيرات الجديدة لإحداث نقلة جديدة في المجتمع. حقيقة إنه نقوم بنقلة جديدة في حياة بتاعت المسيحيين والمسلمين في السودان. إحنا ليس لدينا مشاكل كثيرة، إحنا بنزور بعض، بنعيش بعض، بنزور حتى المآتم اللي بيتم في أحياء بنكون قاعدين مع بعض، في الكريسماس بنزور مع بعض، في أعياد الأضحى المبارك وعيد رمضان الكريم كلنا بنعيش مع بعض. لذلك السودانيين معافين كل من كل مشاكل، ولكن هناك أناس ليس برضا عن السودان وهم بيحاولوا يكيلوا علينا مكيالين باسم الدين. هذا ما نريد أن ننظفه في بلدنا.